شمس ليلة العيد وهاي طيارة وهذا القمار. سبحان الله. وهذا الوالد سيد وساش مسيح عبد الرفع وزين نبيش شيخ الطريق الرفع الصوفية. يا رب ليلة العيد شمس ليلة العيد يا ابو مقبل شو تتذكر من ايام الوالد سيد وساش مسيح عبد الرفع وزير ونابشة؟ كان هو وليس الواحد في المرض. الله وليس الواحد هو في الغرب مش متوقع لكويت فيها الصوفية اللي لقيت اطمئنيت. الله اطمئنيت فطرت اليوم بسبب الصوفيه. مين؟ الله يرحم الوالد. الله يرحم امه محمد. الوالد ابو يعقوب شنو كان يسوي ليله العيد؟ يعمل اكل يا ولد ويعمل كان الواحد يضرب بالخمسه ويقول بدا الله. من تتذكر من جيله بالديوانيه بالمنصوريه؟ الله يرحمه. كان في طيب هذا اللي كان يعذب عبد العزيز مطوع عبد الله والنعم والنعمه توفى ولد عمهم فيصل علي عبد الله مطوع. الله يديك العافيه. الله يديك العافيه. احمد الرفاعي اخ ابوه كان بكرم الناس كرم مع ابونا ادم كرم بالعلم. وطي يدك بدر. وطي يدك. اي والله الله يشافي وكل مدير. بسالك الميه مقبل منو اصدقاء الوالد بلدكم الشرقيه بجوله مصر العربيه؟ ستة شخص انا ابو هيكل الله يرحمه. وبعد؟ قبل خليتهم قبل بعد في الحلم. واحمد قاعد ليله يوم بليله كامله في البلد. اي سنه؟ من زمان 20 سنه يمكن حوالي 35 سنه. واحمد عمر هاشم كان وياهم برضه. هاشم كنت اجيبها بسيارتي اطلع على فندق واو سعيده ماجد شاهين ولد اخته ماجد اطلع على فندق شرطه ان الدكتور احمد عمر سالم هاشم ذكرتك ردت النهارده. قول ما شاء الله ما شاء الله. الصوريه بتاع بسياره المرسيدس بتاعتي اجيبها عند الوالد. وعنده مرسيدس كان بالثمانينات كان بالجيش وخدم بالمقاومه الكويتيه غزه صدام. مقبل شنو تتمنى من كل انسان وانسان ليله العيد يعمل قبل لا تغيب الشمس؟ يدعي ربه. يدعي ربه ان ربنا لليوم يوم عرفه ان ربنا يشفي مرضى المسلمين. امين. ويشفيك يا عم مقبل. اي والله دمعه اليوم الله وجب عليه. اي والله الله وجب عليه. مقبل عباس كان بطل من ابطال دوله الكويت بالخزر الصدامي ويا باصات الضويحي وطلع الشخصيات الكويتيه على السعوديه. اللهم اشفينا اشف مرضى المسلمين. امين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا اموات المسلمين. امين. اللهم انصر دنيا الاسلام. اللهم انصر اهل غزه. اي والله قصرنا بحقكم يا اهل غزه سامحونا. ايش تسوي؟ اللهم انصر الفلسطينيين. اي والله انت فلسطيني ما تعلي صوتك. اللهم انصر اهل غزه ويمحق اليهود. امين. اي والله قتلت الانبياء يستحقون اكثر. شهداء بتوع غزه شهداء على الله اختار لهم الشهاده. اي والله واحنا جايين. الله يرحمه ويرحمه. ابو صلاح الله بالقران يقول وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا. وقال صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما المرء حديث بعده فكن حديثا طيبا لمن معه. والصوفيه كلهم كانوا كذلك.